بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة الفرقة الثانية مادة المحاسبة المتوسطة 2 لجميع الفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة. نتناول في هذا الملف، الملف الرابع، المدرسة الثانية للمعالجة المحاسبية لطريقة الشراء أو البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية، وهذه الطريقة يطلق عليها طريقة استرداد التكلفة، بمعنى لا أرباح إلا بعد استرداد جميع التكاليف. الشق رقم 5، تعاقد شركة خالد حافظ على بيع آلة بنظام البيع بالتقسيط في 1/1/2010، وتستخدم طريقة استرداد التكلفة، وقد تم الاتفاق مع أحد المشترين على الشروط التالية، نفس الشروط: بيع نقدي 100,000، تكلفة المبيعات 70، دفعة 46، 3% 10% سنوية فايدة. هو نفس البيانات، ولكن طريقة المعالجة ستختلف بسبب ذكر في التمرين صراحة استخدام طريقة استخدام التكلفة. وعلى هذا، اتباع هذه الطريقة لابد من ذكرها في التمرين صراحة، أما المطلوب هو نفس المطلوب أكيد. القيود اليومية والأصل في كل سنة من سنوات الثلاثة. بالنسبة نفس الطريقة السابقة، حساب الجدول ونخرج منه بنفس النتيجة، إجمالي المبلغ المتحق على العملاء 110,800، 100,000 تمن البيع، 10% 3%. قبل بداية المعالجة لابد أن تكون هناك مسطرة لتحديد هل تم التغطية أم لم تتم. عمليات السنة الأولى سنة 2010 بتقول تكلفة البضاعة المباعة 70,000، طرحنا منها الدفعة المقدمة 46، وطرحنا منها القسط 18,000، يتبقى 6,000. ماذا يعني أنه يتبقى من التكلفة؟ أنه لم يتم تغطيتها بالكامل، لذلك النتيجة الحتمية عدم تغطية البضاعة المباعة، فهناك رصيد متبقي بدون تغطية يبلغ 60,000 جنيه. لذلك في هذه السنة لا توجد أرباح محققة في هذه السنة، وعلى تتم المعالجة المحاسبية كما سبق، ولكن لا يوجد أرباح في هذه السنة. فبالنسبة للمبيعات والفايدة غير المكتسبة يتم تسجيلها 100,000 و10,800 من العملاء لإيراد المبيعات وإيراد الفوائد كما سبق، ثم تسجيل البضاعة المباعة بالتكلفة للمخزون السلعي 70,000، ثم تحصيل الدفعة المقدمة. هذا في بداية أو خلال سنة التعاقد. في نهاية سنة التعاقد 2010 نفس ما سبق، من إيراد المبيعات إلى تكلفة البضاعة المباعة، ويطلع ربح مؤجل حساب ميزانية خصوم. نصيحة لك عزيزي الطالب، لا تحاول استخراج نسبة مجمل الربح في هذه المدرسة، لأنك لن تستخدمها في أي خطوة، وبالتالي يمكن أن تسبب لك خطأ في الإجابة، حيث الربح يتحقق بعد تغطية التكلفة. ماذا بعد إفراز القيد الأساسي في نهاية سنة التعاقد؟ يأتي تحصيل القسط والفايدة كما سبق، تكتسب الفايدة، لا طبعا أرض، فتكفل الفايدة المكتسبة في ملخص قيمة الدخل، وبالتالي لا يوجد تحقق ربح في هذه السنة لعدم تخفيض التكاليف. قيمة الدخل هيظهر فيها الإيرادات، إيراد الفايدة المكتسبة 5,400 كما يتضح لنا، والميزانية كما سبق، العملاء 41,400، فوائد غير مكتسبة الرصيد 5,400، الربح المؤجل 30,000. هذا بالنسبة للسنة الأولى التي لم تتحفظ فيها ربح محقق لعدم تخفيض التكاليف. للسنة الثانية 2011 لابد من إعداد معيار تخفيض التكاليف.
رصيد تكلفة البضاعة المباعة في 2010 كان 6000 الذي لم يغطي. سيتم تحصيل القسط السنوي 18000. إذا يتبقى من القسط بعد تحصيل التكاليف 12000، لأن القسط 18 ورصيد التكلفة المتبقي من السداد 6000، إذا يتبقى 12000. ال 12000 جامعها تعتبر ربح محقق في السنة الثانية. وعلى هذا وفقا لطريقة استرداد التكاليف يتم الاعتراف بالفرق 12000 جنيه كأرباح محققة في 2011. وعلى هذا تتمثل القيود كما سبق، هم أربع قيود: تحصيل قسط وفايدة، اكتساب فايدة، تحقق ربح، إكفال الربح والفايدة. نفس ما سبق لأنه تم تحقيق الأرباح، ولكن الربح هنا المحقق ليس بنسبة ولكن المتبقي بعد تقسيم التكاليف، أي المتبقي. الأثر على قيمة الدخل هو نفس الأثر، الأثر على قيمة المركز المالي نفس ما سبق. نأتي إلى سنة 2012. إحنا في سنة 2011 غطينا كل التكاليف واتبقى من القسط 12000 تم الاعتراف بيهم كربح. وبالتالي فالقسط الثالث والأخير بالكامل يعتبر ربح كما يتضح في الشريحة أمامكم أبنائي الأعزاء. فعمليات سنة 2012 هذه تغطية جميع تكاليف السلع المباعة بنظام التقسيط بالكامل في عام 2011، لذلك يعتبر القسط الثالث والأخير بالكامل أرباح محققة في 2012. القيود هم أربع قيود: تحصيل قسط وفايدة، اكتساب فايدة. الأثر على الميزانية، لا يوجد أثر على الميزانية لتسوية جميع مستحقات العميل بالسداد. شكرا عزيزي الطالب، وبالتوفيق، وأتمنى من الله قبل أن تحل أي تمرين سواء في الامتحان أو في الواجب أو في تطبيقات الكتاب، يجب مراعاة التركيز في المطلوب، فالمطلوب هو الدرجة تحدد على أساسه لا أكثر ولا أقل في الإجابة، ستنقص أو ستقل من الدرجة الممنوحة. فالإجابة يجب أن تكون وفقا للمطلوب تماما. شكرا، وكل سنة وأنتم طيبين.